السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للإخوة، تحية للأخوات، تحية لجميع المناضلين في المغرب وفي الخارج، تحية كبيرة، تحية لجميع الإخوة والأخوات، لأنني كنهني الإخوة المناضلين والإخوة المناضلات على النجاح، يعني رغم أن الأصوات قليلة ورغم الإمكانيات قليلة، يعني ورغم هذا الشيء هذا، يعني توصلنا والمناضلين، يعني توصلنا نوصلوا الصوت ديالنا للعالم، يعني توصلنا أن المغرب يعني أصبحت الأمم المتحدة تتهم ممالك المغرب بالتضامن مع الأمن في قمع المظاهرات، يعني أن العالم كله الآن عرف أن ما بقاتش يعني التهم كتوجه مثلا للمصالح المسؤولة في المغرب، ولكن كتوجه الاتهامات ولات كتوجه مباشرة للمالك، يعني أن الأمم المتحدة وجهت اتهام مباشر للمالك أنه يشجع الأمن المغربي، البوليس المغربي على قمع المتظاهرين. يعني هذا شيء جميل، يعني ما بقاتش مثلا ديك الصورة أن الملك راه ما دار والو، ولا أن راه يعني التهم كتوجه يعني للبوليس المسؤولين، يعني أن كنشوفوا الملك في الخطاب الأخير أنه فضح راسه ملي مثلا مشى كيشجع البوليس على ديك الخدمه اللي داروا مثلا في تفريق المظاهرات في الحسيمه، ورغم ان مثلا ذاك التعذيب اللي تمارس على المتظاهرين الابرياء اللي ما كانوا كيشكلوا لا خطر، ما كانوا كيمارسوا لا عنف لا والو، ان العالم يعني فضح الملك في هذه القضيه هذه. ولكن الخبر اللي كيضحكني هنا مزيان وهو هذا الخبر ديال الخلفي اللي خرج تيقول لهم ان المغرب نموذج عالمي في الحرب على الارهاب. انا ما عرفتش مثلا زعما كاين هذا الارهاب كياخذوه كذريعه باش كيصلحوا الصوره ديالهم للخارج، راه هذه يعني كيف ما كنشوفوا مثلا مؤخرا ان الدول الديكتاتوريه مثلا المغرب، مصر، السعوديه، الامارات، يعني هاد الدول كلها الديكتاتوريه كتصلح الصوره ديالها بهاد القضيه ديال الارهاب، كلهم كيتوجوا القضيه ديال الارهاب، زعما رحنا ضد الارهاب وكذا وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت راه ما كيبغوش يقولوا شنو هو السبب ديال الارهاب، لان السبب ديال الارهاب راه خارج من عندهم. يعني هذا الاستاذ الخلفي اللي كيهضر مثلا، اللي ولا مثلا دابا واحد الصوت ديال المغرب وكيخرج تيعطي التعليق ديالو وكذا، وهذه كنعرفوا الخلفي كيفاش كان كيفكر قبل ما يوصل للحكومه، ملي كان مثلا لابس واحد الفيستا مهنشره، وكان لابس واحد الكرافطه مهنشره، وكان مثلا شوفوا دابا وجهه كي ولاو هذه، يعني ولا عنده واحد القضيه انه تيخرج كيهضر. والسي الخلفي اللي كتهضروا على الارهاب مثلا باش كتولوا الصوره ديالكم للعالم انكم كتحاربوا الارهاب، واش مثلا دوك الناس اللي كيموتوا في المستشفيات واش هذاك ماشي ارهاب؟ واش مثلا دوك الناس مثلا اللي كتسببوا في الجهل ديالهم وفي الاميه ديالهم بقله المدارس واش هذاك ماشي ارهاب؟ الشعب المغربي غتطلع واحد الجيل اللي غادي يطلع امي، واش هذاك ماشي ارهاب؟ واش الناس مثلا اللي كيتقتلوا في الطرقات يوميا بسبب سوء الطرق وبسبب قله القوانين، واش هذاك ماشي ارهاب؟ الناس اللي كيموتوا في المغرب من الحوادث السير، هذاك راه يعتبروا ارهاب، هذاك راه شي حاجه اكثر من الارهاب. كنشوفوا مثلا الارواح ديال الابرياء اللي كتموت، واش هذوك الابرياء مثلا اللي كيموتوا في الطرقات، واش هذاك ماشي ارهاب؟ واش هذاك ما تقدروش تحاربوه؟ واش هذوك الناس مثلا اللي ما كيلقاوش الماء النقي اللي يشربوه في القرى، في المناطق البعيده، المناطق اللي كيف ما كتقولوا انتم المغرب المنسي، واش هذاك ماشي ارهاب؟ واش الناس مثلا اللي ما لاقينش سكن يسكنوا فيه هما وليداتهم، واش هذاك ماشي ارهاب؟ واش الاطفال المساكن مثلا اللي كيمشي تيفيق مع الصباح وكيسافر كيضرب 10 الكيلومتر باش كيوصل للمدرسه باش كيمشي كيقرا باش كيبغي يقرا باش كيبغي يدير يبني راسه، واش هذاك ماشي ارهاب؟ الارهاب انتم كتاخذوه غير بهذا المفهوم، هذا ذاك المفهوم الجميل، ذاك المفهوم الورضي، انكم تبينوا للعالم انكم راه كتحاربوا الارهاب. واش هذه الوضعيه اللي كتعيشوا في المغرب واش ماشي هي اللي كتصنع الارهاب؟ واش ماشي هي اللي كتخلق الارهاب؟ يعني بلا ما تبقاو تضحكوا على عباد الله، يعني بلا ما تبقاو، شتي العالم راه عاق بكم، شتي السي الخلفي العالم راه عاق بكم، شتي ريحتكم عطات. يعني راه اي دوله واي صحيفه عالميه واي صحيفه دوليه كتقول لها المغرب تيبقاو تضحكوا،
لان تيضحكوا عليكم. يعني شتي هذيك الصوره الرسميه اللي كتخرجوا بها وكتبقاو تهضروا بها راه ما بقاتش واكله للعالم. راه خصكم تجيبوا شي حلول، شي حلول ماشي غير في واحد الميدان مثلا محاربه الارهاب. هذا غير البارتي من الامن في المغرب. هذه راه غير واحد هذوك المفسدين اللي كيسرقوا فلوس المغرب. واش هذوك ماشي ارهابيين؟ واش هذوك الناس مثلا اللي كيمشيو كيستولوا على الاراضي ديال الدوله واش هذوك ماشي ارهابيين؟ واش هذوك الناس اللي كتقولوا لنا مثلا المغرب كيعاني من ازمه ماليه وانتم كتمشي كيمشيو كيشروا السيارات بالملاير، واش هذيك واش هذاك ماشي ارهاب؟ واش المداخل ديال الفوسفات اللي كتمشي كياخذها المالك وتيديرها في جيبه وكيخلي الشعب المغربي تيعاني، واش هذاك ماشي ارهاب؟ واش كتسرقوا الذهب وكتغلفوه بالسلوفان وكتصدروه للامارات وكتقولوا كتصدروه على حساب النقره وانتم كتمشيو للامارات وكتخلصوا به على حساب انه ذهب، واش هذاك ماشي ارهاب؟ بارك ما تضحكوا على المغاربه، راكم كتضحكوا على المغاربه، راكم انتوما وهذاك الرئيس ديالكم ذاك المعلم ديالكم ذاك رئيس المافيا ديالكم الملك ديالكم راكم عاقوا بكم الشعب المغربي. الشعب المغربي راه عاق بكم. شتي هذه القضيه الارهاب راكم لقيتوها بقره حلوب انكم كتسيطروا بها على الشعب المغربي. شتي الناس في الدول المتقدمه انتوما راكم ما كتحاربوا لا ارهاب لا والو، انتوما كتمشيو كتشدوا ابرياء وكتجلسوا مع القرعه وكتخليهم كينضيو على تقارير ماشي محسوبين عليها. كتجيبوا ناس ابرياء وكتلصقوا لهم تهمه الارهاب رغم انهم ما كيكونوا داخل لا ارهاب لا والو. انتم غير كتشدوا مثلا ناس ابرياء وكتضحيوا بهم في سبيل باش تصيبوا الصوره ديالكم تصيبوا الصوره ديال المغرب. اما الارهاب الناس راه عندهم امكانيات اللي كيعرفوا اي واحد وتيديروا تحقيقات وكيمشيو كيتابعوا الناس وعندهم مثلا وسائل تقنيه باش كيعرفوا الارهابي اللي ماشي ارهابي. انتم كتمشيو كتشدوا ناس ابرياء وكتلصقوا لهم تهمه الارهاب وكتقدموا تقارير للخارج وكتقول لهم هادو ارهابيين رغم انهم ابرياء. يعني غير انتم اللي كتلصقوا لهم تهمه الارهاب، يعني لان المغرب كله العالم كله عرف الطريقه اللي كيخدم بها القضاء المغربي والطريقه اللي كتخدم بها الاداره المغربيه والطريقه اللي كيخدم بها النظام المغربي. يعني كفاكم من هاد القوالب، كفاكم من هاد الالاعيب اللي كتضحكوا بها على الشعب المغربي وكتضحكوا بها حتى على العالم. رغم العالم انا ما عرفتش على الزعيمة كتخرجوا كتبقاو تكذبوا على انتم راكم يعني نموذج عالمي في الحرب على الارهاب. يعني واش الدول الغربيه ما كتعرفش تحارب الارهاب؟ ولكن راه هنا الفرق اللي سميتو هي الطرق، لانكم انتم كتخدموا الطرق البدائيه للمحاربه على الارهاب. كتشدوا الناس ابرياء وكتجيبوا منهم تتجلسوا مع القرعه باش كتطلعوا اللي ارهابي اللي واخا حتى اللي ماشي ارهابي مسكين ملي كتجلسوا على القرعه تيقول لهم راه انا ارهابي. وما انتم راكم ما كتعرفوا تحاربوا لا ارهاب لا والو، انتم كتصنعوا الارهاب. الدول الاسلاميه، الدول العربيه، الدول الانظمه الديكتاتوريه العربيه، الدول الديكتاتوريه الاسلاميه هي اللي كتصنع الارهاب. انتم راكم ما كتحاربوش الارهاب، انتم كتصدروا الارهاب. لو كانت الديمقراطيه ولو كانت حقوق الانسان في المغرب ولو كانت حقوق الفرد ولو كانت حقوق التعبير ولو كان التعليم متوفر، لو كانت الصحه متوفره، لو كان السكن متوفر للجميع، لو كان توزيع الثروه توزيع عادل في المغرب راه ما كانش غيكون الارهاب. يعني الا جينا مثلا نفكروا مثلا في النواه ديال الارهاب اللي كتهضروا عليه انتم، راكم انتم اللي صنعتوه. وكنظن السي الخلفي انت راك كتعرف كل شيء، ولكن انت مثلا غير بداك الصالير اللي كتشد وديك الامتيازات اللي كتشد وديك السكنه اللي عايش فيها وديك الحياه اللي عايش فيها، يعني وديك الحياه اللي وليتي عايش فيها انك وليتي واحد الانسان اللي حتى انت من رموز النظام، هي اللي خلاتك وليتي كتقول هذا الشيء. وما انت كتعرف هذا الشيء لانك انت جاي من هذيك المنظومه ديال الدين وجاي من ديك المنظومه اللي خلات مثلا الوضعيه وصلت لهاد الحاله هذه. انت كتعرف هذا الشيء كله وكتجيو هنايا وكتبقاو تديروا راسكم زعما راكم بحال ما عارفين والو وراكم انتم مثلا كديروا في جهدكم وكذا وهذه، ولكن انتم غير كتخربقوا لانك انت عارف راسك كتنافق. شتي انت الخلفي انا ما عرفتش ملي كتمشي مثلا كتحط راسك على الوساده بالليل وكتخرج كتقول هاد الهضره ديال هادي حنا كنديروا حنا كنديروا، واش ما كتلقاش راسك كتكذب على راسك؟ واش ما كتحشمش ملي كتمشي كتوقف قدام المرايه وكتلقى راسك كتنافق راسك كتنافق الافكار ديالك وكتنافق المواقف ديالك اللي كانت عندك؟ واش دابا انت راجل دابا اللي كتخرج كتبقى تقول لي هاد الهضره هذه وخارج في سميتو ملي اتهمتكم الامم المتحده كتقول لكم راه المغرب تيقوم بتعذيب المتظاهرين، كتقول لهم راه مازال الاداره راه كتقوم بتحقيق شهرين هذه وانتم كتقوموا بتحقيق على 40 الناس انهم تعرضوا للتعذيب، انتم شهرين هذه هاد التحقيق مازال ما وصلش،
انا نجبد لك الخبر اللي كتقول في هذه القضيه، انا غادي نجبدو لك. ها هو السي الخبر، ها انا لقيت لك الخبر السي 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 فلان السي المتكلم باسم الناطق باسم المحكمه. ها هو كيقول لك اكد السلطه المغربيه رفضها القاطع السلسله الاتهامات الاخيره التي اطلقتها منظمه هيومن رايتس ووتش حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعيه التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب في ظل التنديد الحكومي بمغالطات واستنتاجات خاطئه للمنظمه. بحسب ما اعلن مصدر رسمي، كانت وثيقه نشرتها المنظمه في 5 سبتمبر دعت فيها المغرب الى فتح تحقيق جدي وحاسم بشان اتهامات بلجوء الشرطه للعنف في الريف، منتقده الاستمرار في عدم تحميل قوات الامن اي مسؤوليه عن الاضرابات. وشددت السلطات المغربيه على ان الاعتقالات تمت من طرف النيابه العامه وقضاء التحقيق حسب الاحوال وفق سلطتهم التقديريه، كما ينص عليك القانون، علما بان القضاء يبقى وحده الجهه المختصه للبت في الوضعيه الجنائيه للمعتقلين. وهنا واش ما كتحتموش على طول؟ الله وعليكم، واش عندنا في واش المغرب فيه شي قضاء مستقل اللي نتوما دابا كتعطيو المسؤوليه كتعطيوها للقضاء؟ زعما القضاء راه مستقل؟ زعما الملك ملي خرج كيقول لهم انا كنشجع البوليس وهذه، زعما ما عنده حتى شي مسؤوليه؟ يعني نتوما ديما كترجعوا، يعني احنا راه دوله مؤسسات والقضاء هو اللي يعني يجري مجراه ويتحقق مع المعتقلين وكذا. شهرين هذه هو باش وقعت المظاهرات، وشهرين باش عذبتوا المتظاهرين، وشهرين باش اعتقلتهم، وشهرين هما مساكن تياكلوا في العصر وكتجلسوا فيهم على القراعي، ودابا كتجي وكتقول لهم المشكل راه ماشي ديالنا، راه القضاء هو اللي كيقوم بتحقيق وكذا. راه عاقوا بكم، راه اللي قلت لكم شتي العالم راه عاق بكم. يعني بارك ما تبقاو تكذبوا على عباد الله، جيبوا شي حوايج جداد كذبوا بهم. انتم دابا تكلاسيتوا اول دوله من احسن الدول اللي كتحارب الارهاب، ويعني ما قدرتوش تكونوا من احسن الدول اللي كتحارب العنف واللي كتحارب الاعتقالات وحقوق الانسان، يعني وليتوا يعني ابطال غير في محاربه الارهاب، ولكن يعني باش تكونوا ابطال في حقوق الانسان، وباش تكونوا ابطال في حريه الراي، وباش تكونوا ابطال في حريه التعبير، يعني هذه القضيه ما كتبغيش تدخل لكم لدماغكم. راه هنا كيكون تناقض، يعني كتكون عندك مثلا امكانيات باش كتولي مثلا من بين الدول، كتكون من بين احسن الدول في محاربه واحد الحاجه، ولكن كتكون ما مسوقش لواحد الحاجه. اشنو كيعني هذا كيعني تناقض، يعني هنا كيبان خلل، يعني ملي كتكون مثلا كتهتم بواحد الجانب غير باش كتبين للعالم انك راك انت قادر. الا بغيتي مثلا تبين للعالم راك انت قادر، خصك تبين ليه قادر حتى في حقوق الانسان، خصك تبين ليه قادر انك تهتم بالشعب المغربي، خصك تبين ليه كتهتم اوليوه مثلا ملي بين اللي خرجت المظاهرات، اوليوه مثلا باش تمشيو تعاقبوا الفاسدين، وباش تمشيو مثلا تحققوا مع الناس مثلا اللي خلاو المنطقه كتعيش هاد الازمات، مشيتوا كتحاربوا المتظاهرين اللي كيطالبوا بحقوق شرعيه، اللي كيطلبوا بشي حوايج اللي ما بقاتش كتطلب في العالم المتحضر. واش عباد الله بقى شي دوله في العالم المتقدم كما كتقولوا انتم الديمقراطيه وحقوق الانسان؟ واش بقى شي دوله مثلا كتنتصر في حقوق الانسان والديمقراطيه كتطلب سبيطار ولا كتطالب بمدرسه؟ فين كاينه في شي دوله مثلا متحضره ولا متقدمه ولا كذا؟ والقضيه الاخرى اللي كنشجع عليها سميتو الاستاذ زيان اللي خرج تيقول لهم بغينا نعرفوا المداخل ديال الفوسفات فين كتمشي، وبغينا نعرفوا المداخل ديال الذهب فين كتمشي، وفينكم دابا؟ فين؟ ها هو انسان مسؤول اللي عارف النظام واللي خدم في النظام وعاش مع النظام، ها هو خرج تيقولها لكم. ياك ماشي حنا مثلا كنكذبوا عليكم، ها هو الاستاذ زيان خرج تيقول لكم فين هي المداخل ديال الفوسفات باش نبنيو المدارس وباش نمشيو باش نبنيو المستشفيات، فين هي المداخل ديال الذهب؟ هذا الشيء غير اللي بان، يعني هادو واحد جوج حويجات قالهم الاستاذ زيان علانيه امام الصحافه، قال لهم المداخل ديال الفوسفات فينا هي والمداخل ديال الذهب فينا هي. علاش السي الخلفي ما تخرج تقول لهم بغينا نعرفوا المداخل ديال الفوسفات فين مشات؟ علاش السي الخلفي ما تخرج تقول لهم بغينا نحققوا مع ذوك الارهابيين اللي كيهربوا الذهب من المغرب؟ علاش السي الخلفي ما تكونوش مثلا ابطال في محاربه الفساد في المغرب؟ علاش ما تكونوش ابطال في خلق واحد الجو ديال الحريه التعبير وديال حقوق الانسان مثلا، وتكونوا ابطال مثلا في هذا الجانب هذا؟ علاش واش ماشي ممكن؟ هذا الشيء كله ممكن ديروه، ولكن انتوما لانكم انتوما كيف ما قال الاستاذ زيان هذيك ماشي حكومه، هذيك محكومه، وانتوما ماشي وانتوما محكومين، يعني انتوما غير كتطبقوا داك الشيء اللي كيجيكم من عند الملك، يعني انتوما ما كديروا والو، يعني انتوما كلاب، يعني انتوما
يعني اش غادي نقول لكم، يعني واحد الكلاب اللي مربيينها ها شنو خصك دير وشنو خصك دير، يعني خارج كتنبح وكتقول لي المغرب راه اول دوله مثلا تشهر في محاربه الارهاب. علاش مثلا المغرب ما يتشهرش في محاربه الناس مثلا اللي كيموتوا يوميا، اللي كيموتوا يوميا في الطرقات؟ علاش ما تحاربوش مثلا الاميه في المغرب؟ علاش ما تحاربوش الفقر في المغرب؟ علاش ما تحاربوش مثلا الحقره في المغرب؟ كتخرجوا مثلا غير ديك العناوين الجميله، ديك الصور الجميله. ها هو اسمع، ها هو الخبر الثاني سيدي اللي كيقول لك المغرب ترفض تقرير هيومن رايتس ووتش على الحوسيمه وتندد بمغالطات. ها هو نقرا لكم الخبر. رفضت السلطات المغربيه رفضا باتا الاتهامات الاخيره التي اطلقتها منظمه هيومن رايتس ووتش حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعيه التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب، مندده بمغالطات واستنتاجات خاطئه بحسب ما أعلن مصدر رسمي. وكانت وثيقة نشرتها هيومن رايتس ووتش في 5 سبتمبر دعت العاهل المغربي الملك حسن الثاني إلى فتح تحقيق. شو شنو قلت لكم؟ يعني هيومن رايتس ووتش ما اتجهتش للمصالح المختصة، يعني اتجهت ديريكتومون للعاهل المغربي. هاي وكانت وثيقة نشرتها يوم الرئيس في 5 دعت العاهل المغربي، ما دعتش مثلا وزارة العدل ولا، لأنهم عرفوا أن المغرب ما فيش مؤسسات، عرفوا المغرب أن الواحد اللي كيحكم المغرب وهو محمد السادس، ما قالوش مثلا الحكومة المغربية ولا قالوا العثماني ولا قالوا وزير العدل سميتو. ها هي يوم الرئيس واتش ما بقاوش عارفين أن المغرب فيه مؤسسات، عارفين المغرب أن تيحكم واحد الشخص اللي هو محمد السادس. ها هي وقالوا لها سيدي خصك، دعت العاهل المغربي الملك محمد السادس الى فتح تحقيق جدي وحاسم بشان الاتهامات بلجوء الشرطه للعنف في الريف، منتقده استمراره في عدم تحميل قوات الامن او مسؤوليه عن الاضطرابات. وكانت المنظمه المدافعه عن حقوق الانسان قدرت اعداد المتظاهرين الذين ادخلوا السجن بالعشرات استنادا الى اعترافات انتزعت منهم تحت التهديد في المنطقه التي تشهد منذ اكتوبر 2016 حركه احتجاجيه شعبيه. وفي بيان اصدرته الجمعيه ونشرته السبت الوكاله المغربيه الرسميه، اعتبرت المندوبيه الوزاريه المكلفه بحقوق الانسان ان تقرير منظمه هيومن رايتس ووتش يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمه الاساس، وان السلطات المغربيه ترفض رفضا باتا مضامين واستنتاجات المنظمه. واش ما كتحشموش؟ واش دابا منظمه هيومن رايتس غادي تكذب عليكم؟ واش المغرب واش انتم ما عارفينش هذا الشيء؟ زعما هاد المسؤولين المغاربه واش ما عارفينش المغرب فيه التعذيب؟ يعني بلا ما تقوم واش ما كتحشموش؟ انا غير بغيت نفهم راسي، بغيت غير نقول واحد القضيه. انتم هاد المسؤولين هادو، هاد الناس اللي كيخرجوا تيقولوا هاد الهضره، تيقولوا ان هيومن رايتس كذبات عليكم، واش انتم ما كتعرفوش المغرب فيه التهديد؟ واش ما كتعرفوش المغرب فيه الناس كيجلسوا على القراعي؟ واش ما كتعرفوش المغرب انكم كتاخذوا اعترافات كتجلسوا الناس على القراعي؟ واش هادشي ما كتعرفوش المغاربه؟ يعني علاش كتبقوا تكذبوا؟ علاش؟ قولوا الحقيقه، قولوا الحقيقه. ورددت المندوبيه بالتقرير الذي تضمن مغالطات واستنتاجات خاطئه ومتسرعه ومفتقده للدقه، والذي يظهر مره جديده التشكيك الممنهج لمنظمه دوليه تدعي الدفاع عن حقوق الانسان في استقلاليه ونزاهه القضاء المغربي. يعني هذا هيومن رايتس ووتش يعني ما لقات حتى شي دوله اخرى، يعني جات تعدات عليكم غير نتوما. يعني المغرب يعني راه هو سويسرا ولا السويد، وجات يعني شديت واحد الناس وتعاملت معهم واحد المعامله حسنه وقدمتهم معادله سميتها محاكمه عادله، وجات وكذبت عليكم، يعني لاحظت عليكم الباطل. يعني هذه منظمه هيومن رايتس لاحت على المغرب الباطل، يعني بحيلة مثلا راها يعني كتحاز لشي جهه. راكم انتوما اللي مراد، راكم انتوما المغاربه المسؤولين، راكم انتوما اللي مراد، انتوما اللي مراد بالكذوب. يعني بقيتوا كتكذبوا حتى وليتوا كتصدقوا الكذوب ديالكم. اوكي. وشددت على ان الاعتقالات نمت من طرف النيابات العامه وقضاة التحقيق حسب الاحوال وفق سلطاتهم التقديريه كما ينص على ذلك القانون، علما ان القضاء يبقى وحده الجهه المختصه للبت في الوضعيه الجنائيه المعتقل. لا على الله وعليكم، واش حنا عندنا في المغرب شي قضاء اللي كتقولوا القضاء هو اللي عنده، هو الجهه المختصه، هو الجهه الوحيده المختصه؟ لعنه الله وعليكم. واكدت المندوبيه انه تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبيه 66 فحصا طبيا، كما فتحت بشانها ابحاث من قبل المصالح المختصه بتعليمات من النيابه العامه تخص 23 حاله، مشدده على ان المجلس الوطني لحقوق الانسان منكب على اعداد تقريره حول الموضوع. يعني كتحاولوا يعني تصنعوا دوك الجمال فهمتي والكلمات، يعني ان المجلس الوطني لحقوق الانسان منكب على اعداد تقرير حول الموضوع. يعني شهرين هذه يعني
هاد المجلس اللي بغى يدير تقرير على المغرب كله ما غيشديش شهرين، وانتم يا دابا انتم شهرين ومازال ما هاد التحقيق ما خرجش، وهاد التحقيق وغادي انتم دابا ماشي كديروا التحقيق، انتم دابا غير كتبغيتوا ديروا واحد التحقيق تحاولوا كيفاش تلقاو فيه الحل انكم انتم راه ابرياء وان هذوك المتظاهرين راه هما اللي خاطئين. دابا انتم راكم ماشي ما عارفين الحقيقه، انتم دابا عارفين الحقيقه ولكن بغيتوا تصنعوا واحد السيناريو باش تخرجوا لهاد الهيومن رايتس واتش باش تبينوا لهم انكم انتم راكم ابرياء وان هذوك المتظاهرين راه فعلا راهم يستحقون السجن ويستحقون التعذيب سميتو، لانكم انتم راكم عارفين اللعبه. يعني انتم دابا منشغلين ماشي في البحث باش والتحقيق انكم باش تلقاو واش هذاك الشيء مثلا اللي طرا واش بصح ولا ماشي بصح، هادشي راه نكون انتم عارفين وعارفين هادشي اللي طرا. دابا انتم شنو كديروا؟ كتخدموا جاهدين ليل نهار كيفاش انكم تبرؤوا البوليس وكيفاش انكم تبرؤوا القضاء وكيفاش انكم تبرؤوا الملك من الوضعيه اللي هو فيها. اوكي، والحقيقه راه باينه، المغرب راه دوله كتعذب المعتقلين. يعني اي انسان مثلا خرج انه ضد النظام ولا انه خرج تدافع على تطالب بالمطالب المشروعه راكم كديروا هادشي، راه هادشي ماشي راه معروف زعما، راه ماشي غير نتوما، راه كاع الدول الديكتاتوريه كيتنتشر في هادشي. يعني كونوا رجال وكونوا واقعيين وخرجوا قولوا للناس راه بصح هادشي كاين. علاش؟ لانكم نتوما ما عندكمش حلول مثلا باش تصلحوا المغرب، جمعوا قلوعكم سيروا لشي بلاصه اخرى، سيروا بيعوا البقر، سيروا بيعوا الدجاج، سيروا ديروا شي حاجه، سيروا ديروا مصا ديروا بيزنس خاص بكم اللي ما قادرش تسيروا المغرب. يعني ما كانش تبقاو تكذبوا باش تبقاو تغلفوا الوقائع وباش تبقاو تغلفوا الحقائق بداك الشيء اللي بغيتوا نتوما، راه ما بقاتش واكله، لان العالم راه هذا الشيء راه ما بقيتش، ما يمكنش مثلا غتغطيو الاخطاء اللي كديروا، ما بقاتش كتغطى لان العالم هذا الشيء ما بقاش كيتغطى فيه. اوكي، يعني كاين جوج الحلول، يا اما تخدموا رجال يا اما تمشيو تبيعوا الدجاج. اوكي، فوالا، يلا السلام عليكم وتبارك الله عليكم.